أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي. تراجعت الأسهم عالميا في حين في فوركس ارتفع الجنيه البريطاني مقابل سلة من العملات بأكثر من 2%. قام زوج اليورو والدولار الأمريكي بالاختراق للأعلى فوق مثلث التدعيم السابق، ويبدو بأنه مستقر فوق المستوى 1.07. تحرك زوج الدولار الأمريكي والين الياباني للأسفل، ولكنه فشل في تجاوز انخفاض الأسبوع. من الممكن أن يتراجع اليوم مع تراجع الين. زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي سيطر على سوق فوركس من خلال اختراق تصاعدي قوي فوق المستوى 1.2610، ووصل حتى إلى 1.2900 عند نقطة معينة. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.